لا الحمد لله، هذا شرف لي وللمملكة المغربية. النتيجة هي جاءت تتويج للعلاقات الطيبة التي تجمعنا بأشقائنا في المغرب العربي وبأشقائنا في القارة الإفريقية العزيزة. وأظن بأن هذه المناسبة هي شق أول من الانتخابات، غندخلوا إلى شق ثاني. كان شق أول وثاني ثم ثالث. أعتقد أن الشق الأول هو انسحاب 8 ديال المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي،